السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. كما راكم تشوفوا اليوم عندي لكم روتين جديد يعني مختلف، ونشكر بزاف المشتركات تاعي على التعليقات الشابه تاعهم، ونقول لهم ما تنساوش تكثروا لي من لي لايك وتدعموني هكذا باش تكبر القناه تاعي ان شاء الله. راح نوريكم اليوم ثاني تلبسه اللي نخرج بها، ويعني وصفه من مطبخي وعده اشياء. هنا كما راكم تشوفوا هذه هي اللبسه اللي رحت بها لدارنا، رحت هاد دوجور، كانوا عندي سوال حبيت نشريهم، رحت قعدت دوجو. هنا هذا هو عندي هاد الشوميزي مع هاد لاجوب، وهذاك الفولار اللي شفتوه، والساك ديالي هذا يا جاي لا كولور تاعو صومو، مع هاد الصندال. كيما على بالكم دوك في الصيف نلبسو بزاف لي صندال، انا نحب هادو مع البلا. ان شاء الله يعجبكم الذوق تاعي في اللبسه. انا هامليك بعد لي لبستهم نوريت لكم كيفاش جاوني. هنا بعد لي كملت معاكم لبست هادوك لي غون لي تلبسو، باسكو الشوميزي جايه 3/4. هنا هامليك يعني هاد الطالب كان تحت العديد من الاخوات، كانوا قالوا لي ورينا كي تخرجي واش تلبسي، يعني اللبسه تاعك بالك يدو افكار، خاصه اللي راهم يجهزوا كامل. وهنا كي قعدت يومين في دارنا كي جاي ديني راجلي دزنا لتوب شوب، يعني شينا بعض الاشياء نوريها لكم في اخر الفيديو. دوك واش الحاجه الاولى، هنا لحقت على الصباح هكاك تاع العشيه، الحاجه الاولى اللي درتها راح نفوت في العشاء. هنا شوفوا البالكو ضرب فيه زلزال. هنا واش راح ندير، راح نشارك معكم واحد الوصفه تاع دجاج محمر سريعه جدا. هنا واش ندير، درت ريسيبيان سكرفشت فيه سنينه تاع الثوم، ودرت بيان سور الملح، يعني هاد الدجاج محمر سريع بالخف ديروه، ودرت الزنجبيل يعني التوابل، درت شويه تاع راس الحانوت، ودرت فلفل الكحل، ودرت الكركم، ودرت مغرفه صغيره تاع فلفل عكري، يعني الحلو ماشي الحار، باش يمدنا هذاك اللون شباب تاع الدجاج. ونديروا لا موتارد الى عندكم، يعني من الاحسن ديروها تجي بزاف شابه، واللي ما عندهاش دير مغرف كبيره تاع بتي سويس ناتور. ودرت حوالي ملعقتين كبار تاع الزيت، واللي تفضل زيت الزيتون دير، ونديروا ملعقه كبيره تاع الخل، ولا نعصروا نصف ليمونه. هنا من جهه اخرى واش درت، درت حبه بصل قطعتها رقيق، ودرت لها شويه زيت شويه ملح، خليتها فوق النار. دوك نوريكم واش نديروا بها، نخلوها تتقلى. هنا بعد هذيك لا مارينات تاعنا واش ندير لها، ندير فيها البولي تاعنا، يعني اكيد على حسب عدد الافراد. انا هنا درت بزياده خاطر عندي خويا صغير، جبته معايا درت له ثاني لاباغ ديالو. من الاحسن هاد الطريقه نديروها من العشيه، باش هكذا الدجاج تاعنا يتشرب كامل هذيك لاصوص. مي انا كي راني متخيسي هكذاك وجا بزاف بنين، جا هايل خر من تاع برا. ونديروا هذيك الخلطه كامل لا مارينات هذيك، نحاولوا نديروها بين الجلده والبولي تاعنا كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم هذه الوصفه يعني كما راكم تشوفوا، انا دخلت مبريسي، دخلت يعني وقت العشاء درتها تمتم، وجدتها. انا هاوليك البصل تاعنا بعد اللي تقلالي، يعني دوك تقولوا لي حد ديري وصفات تشبه الكباب وكامل، مي انا حبيت هاد الدجاج محمر يجيني بصوص باش نرافقوها مع الارز ولا مع لي فخيت كيما حبيتو. دوك تشوفوا نحيو كامل هذاك البولي، نحاولوا نقصوا هذيك الخلطه اللي راهي زايده، وهذيك نخلوها نحتفظوا بها، بعد نوري لكم واش نديروا بها. هنا درتهم في لاكوكوت ديالي، نقولهم شويه النار شغل يتحمروا شويه، ونخلوهم حتى يتقلاو بيان، وحنا نقلبو نزيدو لهم ولا قطره ما حتى الام بعدا. كما راكم تشوفون نغلق عليهم نحط عليهم الغطاء برك تاع الكوكوطه. هنا بعد اللي حسيتهم بلي تقلاو لي بيان، مرقت بالماء السخون، مي بصح من مرقوش بزاف، جوست قسمه يتغطى لنا الدجاج تاعنا برك باش يطيب لنا، وتجينا ديك المريقه خويت راه شويه تجينا هايله. ونغلقوا عليه لاكوكوت، ونديروا له الصفاره ونخلوه يطيب. من جهه اخرى قطعت البطاطا ديالي دوائر، يعني درت واش كان عندي في البيت ونقليها، واللي حبت ترافقها بالارز تجي ثاني تشابه. احنا كما راكم تشوفوا قليت لي البطاطا تاعي، خليتها شويه نقصها طياب، يعني ما طيبتهاش بيان هكذا باش تزيد طيب لي في الكوشه وتجي بنينه. نديرو هذيك لاصوص اللي قعدت لنا فوق هذيك البطاطا كما راكم تشوفوا، نشربوها بيان باش تزيد طيبنا، يعني نقليتها مازال نقصها كما نقولوا شويه برك. شربت كامل هذيك لاصوص اللي قعدت لي، وستفت كامل الدجاج ديالي فوقها، نديروها في بلاتو ولا سنيوه تحديد كما حبيتو.
كما قلت لكم سدفوه كامل من الفوق. انا هنا الدجاج كان شويه طبلي بزياده خفلت عليه ونسيتو. هنا كما راكم تشوفوا هذيك لا مارينات اللي قعدت لي تاع اللي درنا فيها الدجاج محمر من الاول، درت بالبانسو درت لها من الفوق باش نخلي يعني الكوشه نشعلوها غير من الفوق مش شويه من الفوق برك، باش هذاك اللحم الدجاج عفوا يتحمر لي بيان وياخذ لون احمر. انا هاوليك العشاء تاعنا. انا درت شويه سليطه حاره سليطه عفوا، وهاوليك الطبق الرئيسي تاعنا، وهذه لاصوص اللي درتها اللي قعدت لي في لاكوكوت درتها لهنا اللي حاب يزيد الصوص ولا يزيد. احنا بعد لي تعشينا وكامل بيان سور نردو كامل الماكله اللي قعدت لنا، بيان سور ما نرموهاش نخبوها كما قعدت لي. هاد السليطه الحاره درتها في علبه من الزجاج ونخبيها في الثلاجه بيان سور. ميم هذاك البلا ديالي قعد لي خبيته درته في علبه تاع الزيت وخبيته في الفريجيدر هكا. يعني انا ماشي من الناس اللي نرمي الماكله، نخبيها وفي الفطور نزيد معها غير كاش حاجه ونفطروا بها. انا بيان سور كما راكم تشوفوا نطبوا طميط الماء تاعي، ودوك بيان سور نغسلهم حاجه باينه وكما راكم تشوفوا. انا حبيباتي بعد لي كملت كامل غسلت معناتي وكامل ونقيت كوزينتي، حبيت نوريكم بعض المشتريات البسيطه، يعني مشتريات اللي كنت مسحقتهم في الدار شريتهم. كما قلت لكم رحت للتوب شوب. هنا كما راكم تشوفوا دوك تشوفوا نوريكم. هنا شريت هاد العصائر، هادو ما تاع عصائر مختلفه وخلاص يعني اللي نشربوهم دائما. وهنا شريت هاد المعطر الجو، جايب ريحته بزاف شابه، شريته والله ما شريت على البخيل تاعو قيل 14000. وهاد الساك تواليت شراها راجلي، هاد حاجه كوم الكاسه وهاد لك الحبل وكامل يسحقهم هو شراهم. وهاد الشامبو انجليز هادي البلون يغسل بها هو. كما قلت لكم هادو خاطيني خاطيني ماشي تبعي. وهنا كما راكم تشوفوا كنت شريت تالت هذا المنظم لو بري تاعو 17000، وندمت اللي ما شريت الزوج، يرفد بزاف لي برودوي وكامل عجبني. هذا غسلته بيان زو ودرته تحت لوفي ودرت فيه الايزيس والجافيل لي برودوي اللي نستعملهم في المطبخ ديالي. اللي راحت وحبت تشري ولا وتلقاهم كيما يبيعوا البلاستيك وكامل. هنا شريت هاد الشوكولا تختيني لا مارك ماكسون، ما نش عارفه لو بري تاعها 22000. ان شاء الله ندير لكم بها لي كخابي اللي حبيتو، يعني البنان راهو على راسو راهو باطل. واش راه راجلي هذاك الكاطو اللي راكم تشوفوا فيه باكي كيما هذيك داين عده انواع. وشريت انا هدايا غاتو يشبه الاوريو ماشي اوريو، لا مارك تاعو ماكسون. ان شاء الله ندير لكم به واحد لا كريم ان شاء الله. يعني قولوا لي الوصفات اللي راكم حابين ندير لكم. وهنا كما راكم تشوفوا راح نوري لكم هاد الكونير شريتو كادو، حنديه كادو ان شاء الله يعجبكم الكو تاعي. شريتو جاي انا نحب ندير لي بيبي لي كادو هكا اللي يكونوا حنان كيما كونير يلقاه يلبسو بارد، ما نحبش هذوك لي جين هذوك لي فيست ما نسيبورتيهمش كامل. انا وليدي كنت نلبس له لا بلوبار كي كان بيبي هكايا حاجه بارده. هنا هاد الكونير فيه 5 بياس، في هذيك الرياقه جايه غري وفي هاد البوني شوفوا شحال الشباب دا فيه طيارات. وشريت له هذا يعني وفيه هذا عفوا هذا جاي اغيور دو ميمونش، وفيه هذاك التحتاني جاي بليمونش وجاي مقفول تحت، جاي لا كولور عفوا تاع البوني. هاوليك فيه طيارات تاني جاي بزاف شباب وحنين. وفيه هادو ما تاع اليدين هادوك تاع ليكون هادوك ولا مانيش عارفه جبلي ربي وسمهم لي موف جبلي ربي. هادو لي كون صغار يعني باش الدراري ما يخبشوش روحهم. كما قلت لكم هذا هو اللي حنديه كادو ان شاء الله يعجبكم، بالك نزيد له معاه بارفان ولا يعني باينه وطفل.
كما قلت لكم بالك نزيد له معاه بارفان كامل ونغلفهم له ونديهم له ان شاء الله. ولو بخي تاعو يدير 135,000، يعني كاين عدة انواع، كاين بزاف لي موديل ما تاع البنات ما نحكي لكمش، بزاف شابين معاهم لي بوندو تاعهم، معاهم بزاف هايلين اللي عندهم البنات، وربي يرزق يعني من هاد بهذه المناسبة إن شاء الله ربي يرزق كامل اللي راهم حابين ربي يرزقهم بأطفال، ربي يعمر حجرهم كاملين. حبيت نوري لكم هذه، لقيتها صدفة حاجاكم اللي تضرب الدبان، يعني بكاد يعرفوها كلمة يعرفوهاش، فريمون ضربت بها مي فريمون تشد هايلة. وهنا نوري لكم تاني تاع العجل، من رحت على العجل هذا ريدو لك تحب نديرو في البالكون، كما قلت لكم تاعي تقطع، وكنت حابه نشري قبل رمضان وما كفانيش الوقت، شريت هنايا هاوليك لا كولور ديالو، ما لقيتش لي كولور بزاف، شريتو 35,000 للمتر. وشريت تاني هدايا تاع الريدو تاعي تاع الكوزينه اللي يجي من تحت، شريتو في البلان بلان بلان بلانش تلفت لي، شريتو بلان ماشي بلان سال اللي نديرو لهنايا. كما قلت لكم يعني كي لقيت لوكازيون لقيت لو بري لي والمني، شريتو 50,000 للمتر، شريت انا متر ونص، عطيت لماما خيطاتو ليها وليك بعد لي درتو. ان شاء الله يعجبكم. الى هنا حبيباتي نقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك وتشاركوا مع اصدقائكم لا فيديو هكا باش تكبر قناتي، ونقول لكم استودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.